أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: نقل صاحب فتح المجيد قال وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. انتهى. السؤال يا صاحب الفضيلة: هل لا بد أن يدق بين حجرين أو يكفي نبذه بالماء؟ نعم، هذا ذكر صاحب فتح المجيد ويفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فلا بأس به إن شاء الله، ويدقه بين حجرين أو في أي وسيلة ما يخالف، لا بأس، المهم أنه يذيب السدر هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل ذكر الحجرين من باب التمثيل لا من باب الحصر. نعم.